وحول هذا الموضوع ينضم معنا مراسل التغيير من بغداد محمد فراس. أهلا بك محمد، وهل لديك أي معلومات وتفاصيل حول هذا النزاع؟ نعم، صباح اليوم لم يكن هادئا على البغداديين، خصوصا سكنة شرقي العاصمة بغداد منطقة الفضيلية، حيث استخدمت القنابل الهجومية اليدوية وأسلحة خفيفة ومتوسطة في نزاع عشائر اندلع بين قبيلتين شرق العاصمة بغداد. هذا النزاع الذي راح ضحيته شخصان وأصيب أربعة آخرون بإصابات بالغة، تدخلت بعدها القوات الأمنية لفك النزاع واعتقال المتسببين فيه، رغم تأكيد القانون العراقي على أن هكذا تحركات عشائرية تعتبر ضمن ضمن قانون الأربعة على واحد إرهاب، إلا أن العشائر ما تزال تسود بأعرافها وتحاول أن تفض نزاعاتها بأعرافها العشائرية. العرف العشائري اليوم يلتجئ له المتنازعون والمتخاصمون، عادة لا يتوصلون إلى حل ولا يتم التراضي بين القبيلتين، يتحول هذا التوجه العشائري إلى سلاح وإلى نزاع مسلح وإلى صراع مسلح بين القبيلتين، رغم كما ذكرت موجة الاعتقالات السابقة التي حدثت وتأكيد القانون العراقي على أنها تكون ضمن الإرهاب وضمن قوانين الإرهاب ويحكم على المتسببين به على أنه فعل إرهابي، لكن ما تزال عناصر القبائل وبعض العشائر بعض العشائر العربية العراقية في بغداد تستخدم وسائل مسلحة ووسائل العنف لحل نزاعاتها ولحل خلافاتها. هنالك قانون، هنالك سلطة قانون، هنالك دولة، هنالك وسائل أخرى لفك أي خلاف ولحل أي خلاف بين شخصين، لكن كما تحدثت العرف العشائري الذي أصبح أقوى في فترة غياب القانون الفترة الماضية الحقبة الماضية، لكن اليوم العراق فيه قانون، فيه دولة قوية، فيه حكومة قوية. كما وصلت القوات الأمنية لفك النزاع، اعتقلت المتسببين به وأيضا سيحاكمون على هذه المواد القانونية المنصوصة والتي دائما ما تتوجه إلى هكذا قضايا. عدد كبير من شيوخ القبائل والعشائر العربية في بغداد ينهون عن هذا الفعل ويتوجهون إلى سبل أخرى، سبل القانون، لكن ما تزال بعض القبائل العربية العراقية في بغداد متمسكة بعاداتها، متمسكة بأعرافها. بغداد اليوم هي مدينة مدنية، والمناطق المحيطة بالعاصمة بغداد هي قبلية، هذه المناطق تؤثر حتى على الداخل المدني، حتى على المناطق المستقلة تحدث رهبة، يحدث قلق بين المواطنين. صدى هذه النزاعات تتسبب بموجة من القلق والخوف، وأيضا لربما تؤثر حتى على السلم الأهلي والمجتمعي، حينما يسمع المواطن نزاع مسلح بقنابل هجومية، هذه كارثة كبيرة بحسب تأكيدات عدد كبير من المواطنين هنا في العاصمة بغداد، في قلب العاصمة بغداد، في مركز المدينة. نعم، طيب محمد، كيف هو وضع الشارع اليوم؟ بالبداية ذكرت لي بأن هذا الصباح هو صباح غير هادئ، تحديدا بعد هذا النزاع في منطقة الفضيلية، كيف هو الوضع بشكل عام؟ قلق البغداديين، عندما تحدثت معهم كانوا قلقين ومتخوفين، لأن القبيلة لا تكون فقط في منطقة معينة، هكذا نزاعات عشائرية تحدثت في بدء حديثي تكون بعد عدم التراضي بين القبيلتين، والقبيلة لا تحدد فقط عشيرتها، لا تحدد فقط في منطقة الفضيلية فقط، بل أن هنالك امتدادات لحتى قلب العاصمة بغداد، وتبقى مسألة الثأرات، وهذا الخلاف مستمر لربما يصل إلى مديات أوسع. فالمطالبة اليوم من القوات الأمنية في ضرورة فرض القانون وقوة القانون وقوة السلطة والحكومة العراقية وإيقاف هكذا أفعال وهكذا تصرفات من بعض القبائل العراقية. عدد كما تحدث من القبائل لا يلتزم بسياقات القانون، لا يلتزم بالقوانين المنصوصة، لا يلتزم بما يحدده القضاء من واجبات وشروط. العرف العشائري من الممكن أن يستثمر بأمور أخرى، كما تحدث عدد من المواطنين العراقيون اليوم يبحثون عن وجود العشائر بنقاط إيجابية ليس سلبية. اليوم هكذا تصرفات بحسب تحليلاتهم هي تصرفات سلبية تؤثر على السلم المجتمعي، تؤثر على السلم الأهلي،
العاصمة بغداد تبحث عن جو آمن، تبحث عن أجواء هادئة، تبحث عن طمأنينة، الحركة التجارية تتأثر، حركة المواطنين أيضا لربما تتأثر. يعني كما تحدث الامتداد القبلي والامتداد العشيري لا يقتصر على منطقة، بل إن هنالك مناطق فيها ذات العشائر التي تنازعت في الفضيلية. نعم. بالتالي يحدث القلق ويحدث الخوف من استمرار الثأرات ومن استمرار هكذا خلافات. لكن اليوم المطالبات من القانون، من القوى الأمنية في فرض القانون وإيقاف أي تحركات عسكرية من قبل أي فرد خارج إطار القانون. نعم، مراسل التغيير من بغداد محمد فراس، شكرا جزيلا لك.